في خطاب واضح دعا الملك محمد السادس الشباب المغربي إلى البحث عن الداس في المهن والتوجه نحو بناء آفاق مهنية بعدما أصبح غالبية الشباب ينتظر وظيفة تأتيه من التحصيل الجامعي. وأكد محمد السادس في خطابه اليوم الثلاثاء أن الدخول إلى الجامعة ليس امتيازا، واعتبر أنه إتمام للتعليم فقط. وشدد الملك على أهمية التكوين المهني وضرورة الولوج إلى المعاهد المتخصصة، ويرى متتبعون أن خطاب الملك كان ذكياً وواضحاً يدعو فيه الحكومة إلى تنويع العرض الموجه للشباب في التكوين المهني لإيجاد آفاق مهنية رحبة ومتوفرة مباشرة بعد الحصول على شهادة التكوين. وأكد الملك بالحرص على الاستفادة من تعميم التعليم ومن الفرص التي وفرت التكوين المهني وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية. وبموازاة ذلك يجب استثمار كافة إمكانيات المتوفرة بالعالم القروي وفي مقدمة الأراضي الفلاحية السلالية التي دعونا إلى تعبئتها قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي. وأضاف الملك: وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها لا تكفي لضمان النجاح لهذه العملية الكبرى، بل لا بد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي وفي المهن والخدمات المرتبطة به وخاصة في العالم القروي والتشغيل الذاتي. وهنا أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي يتعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات في مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المجتمع مثل البيت متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته. والمغرب ولله الحمد بدأ خلال السنوات الأخيرة يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج وعامل تماسك واستقرار. ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها. إنها تحديات لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا في النمو وخلق المزيد من الثروات وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها. وقد عرف المغرب خلال العقدين الأخيرين نسبة نمو اقتصادي تبعث على التفاؤل، رغم أنه يتم تصنيفه حسب نفس المؤشرات والمعايير المعتمدة أيضا بالنسبة للدول التي تتوفر على البترول والغاز. وبغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، فإن الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام ومنتج للرخاء الاجتماعي. ومن جهة أخرى، فإننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة والميثاق للاتمركز الإداري من أجل الآليات التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ومن دفع بالعدالة والمجالية. إلا أن الملاحظ رغم الجهود المبذولة والنصوص القانونية المعتمدة،
أن العديد من الملفات ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع وأحيانا التخلي عنها. وفي هذا الإطار أدعو الحكومة لإعطاء الإسبقية لمعالجة هذا الموضوع والانكباب على تصحيح الاختلالات في الإدارية وإيجاد الكفاءات المؤهلة على المستوى الجهوي والمحلي لرفع تحديات المرحلة الجديدة. فالمسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقاط الضعف ومن الأخطاء التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات وتصحيح البصائر. شابي العزيز، لقد قامت ملحمة 20 غشت المجيدة من أجل تحرير الوطن واستقلاله، كما تعزز بالجهاد الأكبر الذي نخوضه في سبيل تقدم ورخاء المواطن المغربي، وإننا ملتزمون بمواصلة حمل مشعلها، وفي ذلك خير وفاء لأرواح شهداء الوطن الأبرار، وأكبر دافع لتكريم أبناء شعبنا الوفي والتجاوب مع تطلعاتهم المشروعة. قال جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطلب من عمل يده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.